أحد أخطأ وكلنا نخطئ وهكذا دندنة المميعة من أهل البدع هذا لا يجوز الجلوس معه ولا أخذ العلم عنه والواجب هجره وبغضه في الله هذه أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع أمثال هؤلاء ومن عرض دينه للخطر وجالسه وأخذ عنه يلحق به بعد أن ينصح ويبين له لأن هذا رجل مبتدع وإذا جالسته وأخذت عنه في الغالب أقول في الغالب ما رأيت أحدا ممن جالسهم إلا وعلى أحسن أحواله خرج مميعا أفضل أحواله لأنه يحبه تعلق به ويأخذ عنه وتضطرب عنده المعلومات على أقل أحواله وعلى أحسنها فيخرج مميعا يقول هذا على خير وهذا على خير وهو معذور مجتهد اجتهد وأخطأ وكلنا نخطئ وهكذا دندنة المميعة اجتهد وأخطأ من قال لا يجتهد في هذا الباب هذا الباب ليس باب اجتهاد باب اتباع لكن لما حصل عندهم انحراف في هذا الأصل أصلا في عدم التفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الاتباع حرفوا وصاروا يجعلون هذا أصلا عندهم في التماس العذر لكل من ضل عن سواء السبيل هذا على أحسن أحواله يخرج مميعا هذا إذا لم يخرج أشعري أو معتزلي أو جهمي أو إذا لم يرتد أصلا عن دين الله أنا أتكلم عن أشياء واقعية موجودة تمسناها نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله الثبات لنا ولكم في الفتن كثيرة وأسباب الانحراف عن الدين في هذا الوقت عظمت وكثرت بشكل كبير جدا والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا صرنا نرى هذه الأشياء بعد أن كنا نسمع بها سمعا ونسأل الله لنا ولكم الثبات والنجاح وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.